مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي سيدتي، والذي يسلط الضوء دائما على كل ما يهم المرأة السعودية والخليجية والعربية. مشاهدينا خلينا نشوف عناوين حلقتنا لليوم ونرجع معكم. في سيدتي اليوم، بعد كنتور الملامح سيدتي تكشف أسرار كنتور الأكتاف والصدر. الفحص النفسي للعمالة المنزلية أهم من الفحص السريري بالنسبة للأسر السعودية. من موقع سيدتي دوت نت نتحدث عن الطفل الباكوري، من هو وما هي صفاته. لينا حجاوي سيدة أعمال سعودية مثلت المملكة في مهرجانات الجمال العالمية. في سيدتي إن بيزنس مع ولاء نحاس تعرفنا على مفتاح العالمية لمشروعك. بعد ما تابعتم مشاهدينا جولتنا في العناوين، أذكركم أن تستمروا في التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر، وتابعوا تفاعل البرنامج وكواليسه من خلال حسابنا على سناب شات الظاهر أمامكم على الشاشة، ولا تنسوا تتابعوا فقرتنا على اليوتيوب في حال فاتتكم الحلقة. طبعا مشاهدينا، بعد ما ذكرناكم بالتفاعل، نذكركم بمتابعة فقرة سيدتي إن بيزنس الأسبوعية، واللي راح تقدمها لنا خبيرة التنمية الاقتصادية ولاء نحاس، واليوم راح تعرفنا على موضوع جدا مهم. تابعوا تفاصيله في فقراتنا لليوم. يعطيكم العافية. في سيدتي بعد الفاصل. بعد كنتور الملامح سيدتي تكشف أسرار كنتور الأكتاف والصدر. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد.